ايه ردة فعل فهد لما يشوف نفسه؟ الآن حقول لكم الشيء اللعبة. تغمضوا عيونكم. تمام. وهذه فرشة وموية وهنا الألوان. وكل واحد يرسم في وجه الثاني رسمة مرة حلوة. واللي هيرسم رسمة حلوة هو الفائز. أوكي هلين. يلا نبدأ. ثلاثة. في البداية فهد اختار لون. بني. أزرق. أزرق. خلاص أوكي. كل واحد يغطي وجهه ويرسم للثاني. يلا. أنا وهي رسمت؟ نعم. مين؟ هي. يلا ابدأ. 3 2 1. ليلي رسمت وانت يا فاتحة يخلص وقتك. أشوف يا ليلي. أشوف يا ليلي وجهك. يلا يلا خلاص استاب نغير اللون. اشوف يا ليلي. شوفوا وجه بعض. شوف يا فهد. شوف يا ليلي. يلا الان اختاروا لون ثاني. انا اختار اسود. وانت يا فهد؟ اخضر. اخضر. يلا اللون الثاني. غمضوا غمضوا. لا لا. ليلي بسرعة حنرسم لها اكس بالاحمر عشانها غشاشة. لا خلاص ولا خلاص. لا انا باخذها رز. احمر احمر ولا احمر ولا احمر. اوكي يلا. ليلي. يلا. اشوف يا فهد. اشوف يا ليلي. ليلي انتقلت إلى مرحلة الرقبة. أنا لا. الاثنين بيرسموا باللون البرتقالي. يلا 3 2 1. ليلي هدي شوي. أشوف يا ليلي. لا. ايش هتختاروا من لون؟ بسرعة عندكم باقي بس كم محاولة. انا هختار احمر. انا يلا اخضر. ولا ما اهلك واسمك بسلام. ايه انا اخترت هنا اول. يلا قفلوا. يلا 3 2. واللي حيغش حنعمل له جوة خشمه. اوه ماي جاد. يلا فهد بسرعة. شوفوا شوفوا ليلي من غير يلا يلا ليلي من غير. اللي حيغش حدخل الفرشة في خشمه. ستوب. اشوف يا ليلي. لا افتحي شو. حلو اللي عملك صبغة في اسنانك. ليلي اكلت فهد الالوان. الوردي وفهد بيحط أصفر. يلا 3 2 1. ستوب. أشوف يا ليلي. باتمان. أشوف يا فهد. باتمان. طلع باتمان. شوف شوف باتمان. باتمان. سويت له علم النصر. باتمان. الآن حيعملوا باللون الأبيض لآخر مرة وبعدين نشوف مين الفايز. نشوف مين الفايز وهنسوي التحدي الثاني. يلا 3 2 1. فهد. فهد أنت بعيد. فهد أنت بعيد. يلا. الآن نشوف النتيجة النهائية. نشوف تصويت الجمهور.
ليه يسوي كذا؟ شوف هذا رسمة فهد. من اللي رسمته أحلى؟ نشوف. أكيد لي اللي حتفوز. خلت وجهك تحفة فنية. وشوف ما خلت شيء. استنوا. مين ردة فعل فهد لما يشوف نفسه؟ شوف كذا على جنبي فهد، شوف على جنبي. دقيقة وردينا، قلت لك ارسم لها زي الناس. شنبنا نص شنب. دحين ليلي تشوف نفسها. شوف مؤدب، انا راسمها كذا بأدب وحلا. ما شاء الله بيكاسو فهد. فهد ناديسة اللي غيرنا فيها وغسلنا وسلم. ولا فاهم شيء. عيدوا. ماما فوتش، ايش قلتي انت؟ ايش قلتي؟ هذا شكلنا بعد ما نظفنا نفسنا وملابسنا. اكتبوا لنا مين احسن، كما كنا مرسومين على وجهنا ولا الان لما كنا نظيفين. واكتبوا التعليقات مين فاز عشان ناخذ الجائزه. يا رب انا، يا رب. يلا نشوف في التعليقات مين حيصوت، رسمه ليلي احسن ولا رسمه فهد. يلا لابسنا يا شباب.